وللوقوف على آخر تطورات التظاهرات الشعبية ضد النظام في إيران في ظل تقارير دولية عن استهداف القوات الأمنية للشباب والقُصّر، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني السيد نوري حمزة. مرحبا بك معنا. مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. دعوات لعصيان مدني إذن، وطلاب الجامعات يستمرون في تظاهراتهم، كيف تقيمون استجابة الشارع الإيراني مع هذه الدعوات؟ بدأت الدعوات منذ الأسبوع الماضي، وكان ذروتها الليلة الماضية حيث توزعت منشورات عديدة في مدن إيرانية رئيسية عدة وحتى في مدن صغيرة، والاستجابة كانت يعني فاجأت الجميع، حيث اليوم الشارع الإيراني منتفض إلى الغاية في طهران خاصة، وهناك كان إغلاق تام للأسواق، سوق الحديد والبازار المركزي في طهران وأسواق أخرى وشيراز وكردستان والأحواز وإيزا وبهبهان وعدة مدن، يعني عشرات المدن الأسواق قلغت، وكذلك كانت مظاهرة صاحبتها مظاهرات، والمظاهرة ما زالت مستمرة الآن. كان هناك حراك وسيع وكر وفر في مدينة بوكان في أذربيجان الغربية، إحدى المدن الكردية في غربي إيران، وكذلك كان هجوم أيضا على معسكر في الليلة الماضية، معسكر تابع للحرس الثوري في مدينة إغليب بجنوب إيران في بمحافظة فارس. فكانت الاستجابة رائعة جدا من قبل الناس، وكان ووحدة الكلمة هي سيدة الموقف تجاه النظام. نرى النظام اليوم يتزعزع بشكل كبير أمام المنتفضين. نعم، ألا ترى أنها الدعوة للعصيان المدني اختبار صعب للتظاهرات المستمرة منذ ما يقرب شهرين، مما يعني أن استجابة الإيرانيين له يعني ضربة قوية جديدة للنظام في طهران؟ بالتأكيد بالتأكيد، هناك سرب مقطع صوتي لمسؤول استخباراتي يتحدث عن قضية الانتفاضة أو الثورة القائمة في إيران، وهو يؤكد على هذا النقاط، أنه النظام صاب الشلل في البداية، شلل تحليلي لا يستطيع أن يقيم الموقف الآن في البداية. ثانيا، هناك فجوات ومشاكل عدة على الساحة الاقتصادية والسياسية في البلد، لا يمكن للنظام أن بشكل آخر أن يعدل الموقف أو يرفع هذه المشاكل حتى يحد من قدرة المنتفضين، ولهذا جاءت هذه الدعوات كصفعة، إحدى الصفعات القوية جدا بوجه النظام، وستستمر هذه الدعوات في المستقبل بأشكال أخرى في قطاعات أخرى وكذلك في المظاهرات المستمرة. وهذا ما يمكن أن يفسر استهداف القوات الأمنية للشباب والقُصّر في التظاهرات التي تحصل من طلاب الجامعات وغيرهم. بالتأكيد، النظام الإيراني عودنا منذ 43 عام يستهدف النساء، يستهدف القُصّر، كما دخل في العراق ودمر البلد واستهدف الغُصّر والنساء وإلى آخره، وكما عمل في سوريا واليمن ولبنان، وهي يتابع سياسة الرعب، يعني بالرعب، يريد ينتصر بالرعب. فإلى هذا، لكن قراءة الموقف من قبل الثوريين في إيران، الناس المنتفضة في إيران لسياسات النظام ومعرفتهم الجيدة بأسلوبه، جعل منهم أن يتحدون هذه سلوك النظام غير اللائقة وغير الإنسانية. لماذا؟ لأن في الماضي هم أولا تعودوا عليها، ثانيا قالوا أنه هذه فاتورة يجب دفعها. ف43 عام من الظلم والطغيان من قبل نظام الملالي على إيران والمنطقة، اليوم هو على المحك، والإيرانيين بشكل عام يستنجدون بالشعوب الأخرى كي يعينوهم على أسقاط هذا النظام وأزلام هذا النظام، سواء كان في بيروت، سواء كان في بغداد وفي اليمن وفي سوريا وإلى آخره. هذه دعوات الإيرانيين اليوم للشعوب العربية في المنطقة، إضافة إلى الجبهة الرئيسية في طهران حيث تفتح النيران بوجه الملالي حتى هذه الليلة منذ شهرين. نعم، أمس صدر أول حكم بالإعدام على أحد المتظاهرين، و كانت هناك مطالبات أو دعوات من البرلمان بإعدام كل المتظاهرين، كيف تلقى شباب المتظاهرين هذا الحكم، وهل يمكن أن يؤثر فعليا على حراكهم؟ على الإطلاق 227
نائب وقعوا على بيان مشترك بإعدام المنتفضين والسائرين على النظام، زايد تم إصدار أحكام إعدام إلى عدد أشخاص، زايد هناك شباب وصبايا وبناء وشبان سقطوا في الشوارع فيهم وهم قصر، وهناك العديد في السجون، وكل هذا لم يقف الشارع على الإطلاق، بل العكس زادهم حماسا وزادهم عنفوانا لمواجهة هذا النظام. أشكرك جزيلا أستاذ نوري حمزة، الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني.